تبييض البشرة هو هدف كل بنت، مشان هيك اليوم حابين نعمل خلطة لتبييض البشرة مؤلفة من الحليب والحامض. إذا حابة تشوفي كيف بدي أعملها تابعيني بهيدا الفيديو. لهيدي الخلطة نحن بحاجة لملقعتين من الحليب البودرة وملقعتين من عصير الحامض. رح نخلط الحامض مع الحليب إذا حسيتوا إنه بعدكم بحاجة لشوية حامض فيكن تزيدوا، أنا رح زيد لهيدي الخلطة. رح نبلش نحط الخلطة على الوجه. هيدي الخلطة ريحتها كتير حلوة، هي بتجي شوي مثل العجينة فرح تتعذبوا شوي أنتوا عم تحطوها. أنا رح فضل بركي بقدر بحطها شوي بأصبعي بالآخر. أهم شي أنتو عم تحطوا هيدي الخلطة أنه ما تقربوها على هيدي المنطقة لأنه فيها حامض، والحامض كتير رح يأذي. قبل ما تحطوا هيدي الخلطة كتير مهم انه تجربوها على ايدكن حتى تشوفوا اذا المكونات ممكن تعملكن حساسية او احمرار بالبشرة. من بعد ما نكون تركناها لمدة 15 دقيقة صار وقت نشيلها. اذا حسيتوا انه نشفت فيكن قبل تبللوها بالماء تمرقوها على كل الوجه وترجعوا تشيلوها. هيدي كانت الخلطة. أنا بنصحك إنك تعمليها إذا كان عمرك فوق العشرين لأنه قبل هيك ما بنصحك أبداً إنك تحطي هيدي المواد على وجهك. إذا حابة تحضري غير فيديوز لازم تعملي سبسكرايب لقناة دنيتي. أما إذا عندك أي سؤال ففيك تتواصلي معي على فيسبوك تويتر وإنستغرام. بشوف فيك بفيديو جديد. باي.